البيتكوين هي مثل ما انتم عارفين عملة في العالم الافتراضي مبنية على شفرة. بالنسبة لتحديد المستثمرين في الدولة، احنا ما نقدر نحدد رقم معين، لأن في ناس مستثمرة في العملة أو في السوق من بداياتها من سنة 2009 2010. حاليا الناس اللي دشت بالفترة الأخيرة اللي شافوا سعر العملة ارتفع 1800% من قيمتها الأساسية، اللي صار ان دشوا فيها مستثمرين كبار حاولوا ان يحققون الربح السريع. مثل ما تفضل الدكتور، زاد العرض على العملة فقل السعر بشكل كبير بالفترة الأخيرة. نلاحظ ان ممكن قل السعر في البيتكوين، لكن زاد السعر في عملات افتراضية ثانية 400%. يعني أعطيكم مثال، في عملات مثلا عملة اسمها أنوبتينيوم، والعملة هذه زاد سعرها 400% في خلال فترة سقوط سعر البيتكوين. نعم. فالسوق كله قيمة البيتكوين الرأسمالية في السوق هي 30% فقط.